دكتور محمد، ازدواجية المعايير داخل المجتمع الدولي. يعني أنا بتكلم عن أزمة بتحدث في أوكرانيا، العالم يتعامل معها بشكل، وأزمة تحدث في قطاع غزة، العالم يتعامل معها بشكل آخر، ولحسن الحظ إن الاتنين بيحصلوا في وقت واحد أمام الجميع علشان يحصل رد فعل يمكن لأول مرة بنشوفه داخل حتى النشأ الجميل اللي في الجامعات حتى الأوروبية والأمريكية اللي رفض هذا الأمر. اللي احنا شايفينه النهاردة من حرب غزة كشفت الوجه القبيح لمنطق القوة الذي أصبح يحكم العالم. عدم وجود مصلحة مباشرة للدول في عملية الصراع خلى أن كتير من الدول منذ 7 أكتوبر حتى الآن عندها، أنا آسف في المصطلح، ميوعة في اتخاذ القرار. القرار اللي هي بتاخده النهاردة لا يكبر سلطات الاحتلال اللي ماشية في جانب واحد في قمع لمجموعة من المدنيين لم يتم أي خطأ من جانبهم سوى التمسك بأرضهم التي أقر الأمم المتحدة بضرورة إقامة دولة فلسطينية على الحدود الخاصة ب 67. هرجع تاني أكد على كلمة الرئيس لأن كان فيها بصراحة مجموعة من الرسائل المهمة اللي محتاجين إن احنا نشوفها. كلمة الرئيس كانت اتكلمت على أن ما يحدث داخل غزة هي حرب انتقامية. اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة حرب أصبحت بلا هدف. انت بتتكلم 250 يوم انت بتقتل وبتجوع في مجموعة من المدنيين دون هدف سياسي واضح إلا بقاء حكومة اليمين المتطرف على رأس السلطة في كيان الاحتلال. اللي انت بتتكلم عليه ان ازاي كل ما في مبادرة أممية تطلع سواء النهاردة من الجانب المصري أو الجانب القطري وأيضا كمان الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأحيان بتقدم حتى لو بعض المبادرات من عندها مسيسة ولكن كلها بتتكلم عن وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لما الجانب الفلسطيني ممثل في حماس لما بتعلن قبولها للمبادرات الخاصة بالتهدئة وغيرها، الجانب الإسرائيلي بيتعنت. لما نشوف النهاردة مجزرة زي اللي تمت في مخيم أيام العصيرات وإنك عشان تطلع 4 أسرى قتلت أكتر من 600، في أكتر من 600 ضحية في هذا المخيم في مجزرة هوليودية شفناها النهاردة، أنك بتحاول أنك ألبست جنود الاحتلال فكرة أن هم أبطال في عملية المساعدات الإنسانية ودخلوا وشاحنة بتدخل وشاحنة بتلقي النازحين، وطلع أنك بتعمل عملية تصفية للمدنيين داخل القطاع. كلمة الرئيس اتكلمت عن مجموعة من النقاط الواضحة وهي فكرة أن الحل الأمثل لدخول المساعدات والحل العملي هي المساعدات البرية. خلينا نتكلم ان الرصيف البحري الموجود اللي انشاته السلطات الامريكيه غير فاعل بشكل غير واضح فاعل وفي شبهات ايضا اصلا يعني بسبب وجوده اللي احنا ما هو الفكره كلها ان انت كل يوم ما يحدث داخل قطاع غزه بيعري الوجه القبيح للعالم. المجتمع الدولي الذي لم يستطع اجبار دوله موجوده في المنطقه العربيه، دوله قد كده انها تقدر توقف عدوانها الذي يبث على الشاشات أمام كل العالم. فكرة كمان تغيير النظرة الشعبية زي ما حضرتك اتكلمت عن الشباب اللي موجودين في الجامعات اللي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العواصم الأوروبية اللي ما كانوش أبدا يعرفوا حاجة عن القضية الفلسطينية. على مدار سنوات طويلة كان هناك هنقول وقوف بشكل دائم مع سلطات الاحتلال نتيجة للآلة الإعلامية اللي بتستخدمها سلطات الاحتلال على مدار سنوات. فكرة ازدواجية المعايير كشفت الموضوع. لا خلاص انت شفت الموضوع بشكل واضح. فكرة الاطفال اللي بتتصفى، فكرة النساء، فكرة الشيوخ، انت ما بتحاربش جيش قصاد جيش، انت بتتكلم انت عن جيش شعب محمل بكل الاسلحة المجرم استخدامها واللي انت بتشوفه بيصفي في مجموعة من المدنيين. فكرة ان عندك مجموعة من الفئات في اصعب اوقات الحروب هي فئات محمية بموجب قواعد القانون الدولي الانساني، العاملين في قطاع المساعدات محميين بموجب الاتفاقيات الأممية، العاملين في مجال الإعلام سواء من صحفيين أو مصورين محميين بموجب الاتفاقيات الدولية، المسعفين وعاملوا الدفاع المدني محميين بموجب الاتفاقيات الدولية. لما تيجي ترجع بقى النهاردة تشوف كشف الخسائر اللي موجود هتلاقي أن سلطات الاحتلال لم تستثني لا صحفي ولا إعلامي ولا عامل مسعف ولا عامل في الدفاع المدني ولا اي حد النهارده موجود من الاطقم الطبيه ولا طفل ولا امراه ولا عجوز ولا يعني انت حتى انت مش بتتكلم في حرب متكافئه او حرب شرعيه او حرب فيها مجموعه من القواعد التي
تتوافق مع حقوق الإنسان. للأسف زي ما حضرتك اتكلمت من شوية على فكرة التزامن ما بين الحرب الروسية الأوكرانية ما بين المجزرة الموجودة في قطاع غزة، أثبتت أن العالم الذي استطاع في مرحلة من المراحل أن هو يضيق الخناق على الجانب الروسي، وشفنا تجميد أرصدة وشفنا قرارات كتير تم اتخاذها، وفي نفس الوقت شفنا أنك مش عارف تاخد قرار واحد يجبر سلطات الاحتلال حتى لما بيطلع قرارات من الجنائيات الدولية. وده السؤال بقى يا دكتور،